وسهلا فيك مرة أخرى دكتور محمد باسل الطائي. في حلقة سابقة تكلمت عن توسع الكون. سؤالنا في هذا اليوم: هل للكون مركز؟ وهل توسع الكون يزيد في المسافة بين الأرض والشمس؟ أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. فعلا يعني من الضروري الحقيقة الإجابة على هذا السؤال، لأنه أنا أصلا سئلت عن نفس السؤال، ولذلك أجد ضرورة الإجابة عليه. لا يوجد للكون مركز. لماذا؟ يبدو ظاهريا وكأننا نقع في مركز الكون. جميع المجرات أثناء توسع الكون تبتعد عنا وكأننا في مركز، لكن لو ذهبت إلى أي مجرة أخرى ونظرت إلى جملة الكون، بقية الكون، لوجدت أن المجرات أيضا تبتعد عنك. وهكذا لو ذهبت إلى أي مجرة ثالثة ورابعة وخامسة. إذن جميع النقاط في الكون هي مركز. لماذا؟ ما السبب في هذا؟ المسألة مثل سطح الأرض الآن. لو أن الكرة الأرض ونحن على سطحها تنتفخ، كرة الأرض، وننظر إلى بعضنا بعضا، سنرى أن جميع النقاط التي حولنا تتباعد عننا. لكن لو سألت أي شخص آخر واقف على سطح الأرض بيقول لك البقية دي تبتعدون عني، لأن الكون أو السطح يتمدد، وبالتالي المسافة البينية بين المجرات تزداد. وربما يتوقع أوتوماتيكيا، يعني يتوقع العقل أو الإنسان، أنه تزداد المسافة بين مثلا الأرض والشمس. وقد قال أحد الناس الحقيقة اللي أراد أن يبسط موضوع توسع الكون وحكى، وهو من غير المختصين في الكوزمولوجيا، قال أن المسافة بين الأرض والشمس تزداد بحوالي 10 أمتار في القرن. أنا شخصيا لا أعرف من أين جاء بهذه المعلومة، بس هي تدل فعلا أو توضح أنه كيف يعني الاختصاص مهم في هذه الحالة. المسافة بين المجرات تزداد، ولكن المسافة بين نجوم المجرات وبين الكواكب والشموس أو النجوم لا تزداد. ولا أن طولي يزداد مثلا، أو طول هاي الطاولة الأمامي يزداد، ولا بمليمتر واحد في القرن. لماذا؟ ولا في المليون سنة. لأن الأجسام التي هي gravitationally bound، يعني المرتبطة جذبيا، مقدار تماسكها أقوى، والقوة التي تمسك بها أقوى من القوة الدافعة في توسع الكون. القوة الدافعة في توسع الكون مش كبيرة بالمناسبة، صغيرة جدا هذه القوة التنافرية، وهي تعمل على مسافات هائلة، لا تعمل على مسافات صغيرة كالمسافة بين الأرض والشمس. ولذلك غير صحيح هذا الكلام. هذا الكلام موجود في كل كتب الكوزمولوجي، أنه لا توجد زيادة في المسافة بين النجوم أو المسافة بين الكواكب والشموس والنجوم. هذا هو الجواب بخصوص يعني توسع الكون، أو هل الكون مركز. وكرر: الكون ليس له مركز، لأن كل نقطة في الكون، كل نقطة هي مركز، والكون جملة هو سطح ثلاثي الأبعاد يتزداد المسافة بين أجزائه. وبالمناسبة نصف قطر الكون هو ليس كما يتصور البعض في إحدى يمكن الخطب الجمعة، حكى أحد الخطباء يعني الكويسين إلى حد ما، أن نصف قطر الكون هو المسافة مثل نصف قطر الكرة جواها. لا، هو المسافة على سطح الكرة، لأنه كرة ثلاثية الأبعاد كما قلنا، سطح ثلاثي الأبعاد، عفوا، في فضاء رباعي الأبعاد. هذا هو الكون، وهو أشبه نشبهه بسطح بالون بالتقريب، يعني لما نقرب المسألة نجعله كأنه سطح بالون.
كما مبين في الشكل وكما مبين في الفيديو المرفق التوضيحي لهذا الجانب.